هل ممكن يعني زي ما بتقول يو اس توداي انه مصر قد تكون بين الدول التي ربما تقطع عنها المساعدات الأمريكية إدارة ترامب؟ هتبقى مغامرة كبيرة في الحقيقة، يعني لأنه الرئيس الأمريكي بيقدر مصر وموقعها وسياستها، وفي علاقة طيبة بينه وبين الرئيس السيسي، ففعلا بياخد مخاطرة كبيرة. وأنا أعتقد أن مصر لديها قدرة على أنها إذا اتخذ إجراءات ليها طابع عدائي، إنها قادرة هي أيضا إنها تبادله المثل بالمثل. أعتقد أن الرئيس الأمريكي في قدر من الكبير من الغرور، ومحتاج إنه الدول المختلفة، بالذات الدول المتوسطة الحجم زي مصر وباكستان وغيرها، إنها تعيد إلى أرض الواقع. فلو فعل ده أعتقد هيبقى في تمام. أنا ما زلت أستبعده، لأنه مصر مركزية جدا في المنطقة، لكن في نفس الوقت إذا حدث فهيبقى مؤشر على تراجع في العلاقات، وهيبقى أتوقع أن مصر ترد على ده بشكل ما. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية.